بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الآن وعاجل إعلان هام لطلبة الشهادة الإعدادية للتقديم في المدارس الثانوية الفنية للتمريض للبنات لعام 2021-2022. تم فتح باب قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات لعام 2021-2022 بحد أدنى للمجموع 220 اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري وحتى الأحد الموافق 2 أغسطس القادم، والأولوية للقبول لأعلى مجموع وممن تنطبق عليهم الشروط التالية: 1- أن تكون الطالبة حاصلة على الإعدادية الحديثة هذا العام. 2- لا يقل السن عن 14 عاما وستة شهور. 3- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة. 4- أن تجتاز اختبارات القبول مثل اختبار الإملاء واختبار اللغة الإنجليزية والاختبار الشخصي والاختبار النفسي والكشف الطبي. وفي حالة اجتياز الطالبة للاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات التالية: 1- تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف محافظات مصر حسب حاجة العمل. 2- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة. 3- يتم تسديد قيمة الملف. 4- التقديم بمقر مدارس التمريض في كل مركز إداري عن طريق ولي أمر الطالبة. 5- عدد الطالبات في الفصل يتراوح ما بين 25 إلى 30 طالبة. 6- سوف يبدأ التقديم ابتداء من يوم السبت الموافق 10/7/2021 على النحو التالي: المجموع من 280 حتى 275 التقديم هيكون يوم السبت 10/7 حتى الاثنين 12/7، والمجموع من 274.5 حتى 270 من الثلاثاء 13/7 حتى الخميس 15/7، والمجموع من 269.5 حتى 265 من السبت 17/7 حتى الاثنين 19/7، والمجموع من 264.5 حتى 260 من الثلاثاء 20/7 حتى الخميس 22/7 وهكذا. ويجب الالتزام بمواعيد التقديم السابقة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول المدرسة والتقديم. الأوراق المطلوبة للتقديم: ملف التقديم، وده بيكون من المدرسة، صورة طبق الأصل من استمارة النجاح، وصورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطالبة أو الأصل، وصورة بطاقة ولي الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك، وشهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين ودول بيجوا من المدرسة الإعدادية اللي اتخرجت منها. يستثنى أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد الجيش والشرطة والجيش الأبيض من جميع شروط التقديم ما عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة. وفي نهاية مدة التقديم بيتم ترتيب المجاميع من الأعلى إلى الأدنى، ويتم اختيار أعلى 30 مجموع. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.